اصابات انا ما الله اعلم. طيب ورونا اصابه المالكي وان شاء الله يكون سليم يا عبد الاله. ان شاء الله تكون سليم وعبد الاله صح؟ عبد الاله عبد الاله نضيع بينه وبين بينه وبين بينه وبين الثاني حق النصر هذا الحلقه اللي راحت. ايه ان شاء الله يكون سليم يعني. ولا لحظه كان يبكي فيها. شوف انا يمكن دخلت الرجل على الداخل هذه تحزننا لكن هي الثبات. نتمنى للشفاء العاجل. الثبات هذا يا خالد هو ولا الضربه اعتقد هذا بس لما ينزل عليها نزله خطا هذه الرباط الصليبي اعتقد كلها احمد مجرب وانا مجرب الرباط الصليبي كلها هي المشكله في الارضيه. انك لما تحط رجلك الجسم يكون بجهه والركبه بجهه بس ان شاء الله باذن الله انها ما تكون رباط صليبي وتكون ان شاء الله حتى يمكن خفيفة إن شاء الله بإذن الله. هي منظر مؤلم. شوف أساسا من العين ها من العين مبين لك الرسالة اللي هو فيها اللاعب يقول لك يا عبد الله ألف سلامة لك وتقوم إن شاء الله ترجع مشافى معافى. يوسف إن شاء الله تكون إصابة خفيفة إن شاء الله حسب تصوري. ما نعرفش أنا مانيش اختصاص معناها في الإصابات لكن كنشوف الإصابة إن شاء الله ما ترقاش للمستوى الرباط الصليبي لانه حسب تصوري الركبه ما لفتش لا دخلت على الجو يمكن هو لا 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 وحتى رده الفعل البوكيه نتاعو كان متاخر شويه يمكن خاطر اللاعب كان شويه متحسس شويه سنه كامله يعاني من رباط صليبي ويتصاب معناها في مباراه كيف اتوقع البكاء جاء بعد ما ان شاء الله تكون لاباس. البكاء جاء بعد ما يعني هدت الحراره قلت فحس بالام. احمد ما شاء الله اخصائي. لا مو باخصائي انت مرتين مرتين ولا مره؟ مره واحده بس مره مره لا انا ما اتمنى. شوف انا ان شاء الله انه ما في شيء لكن كابتن الصوره واضحه ان الركبه دخلت فعلا. انا كابتن احمد قال كلمه مهمه هو الملعب الجوهره ملعب سيء جدا الارضيه نتاعو سيئه جدا وراح دائما تمثل خطر على اللاعبين. رساله الى اداره الملعب يعني الملعب الكل يشتكي منه احمد يقول من 2014 الى الان والارضيه غير جيده.